أن يكون معنا رجل أعمال كرار حربي. بداية مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بيك. لو نبتعد شوي عن الألقاب ونعرف سادة المشاهدين أكثر، من هو كرار حربي؟ كرار حربي عراق الجنسية، مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقيم من سنة 2001 لحد الآن 2019. بدايات يعني مبلغ قليل، يعني دخلنا شراكة أنا وأشخاص أصدقائي من محل ورد صغير، والحمد لله والشكر الله كرمنا يعني وكبرنا وصرنا يعني هسه حاليا أنا وشخص بس اللي هو شريكي حاليا. حاليا عندنا احنا 3 شركات اللي هي دورشي للزهور، وكلاسنا للحفلات وللرنت اللي هي تختص مثلا عدد كلاسنا للحفلات اللي تختص بالأعراس الكوش الإماراتية، مثلا الأعراس الإماراتية. ومن ناحية دورشي مختص بالملشة اللي هي تعد الخطبة والولادات والمناسبات الأفراح كلها كاملة. وغير هذا إن شاء الله يعني عندنا يعني ماشيين يعني إن شاء الله مسيرتنا وتطور. لو نتكلم شوي عن طبيعة العمل، كيف بتكون، كيف من وين تجيبون مثلا الورود، وكيف بتكون العناية بها؟ احنا اول شيء في دولة الامارات اكو اكثر من شركة تصدر ورد، يعني فاحنا مختصين احنا نجيب الورد من هولندا. ليش؟ عشان تتميز عن باقي المحلات، لازم تتميز بشيء يكون مناسب يعني وشيء حلو وغير الموجود داخل السوق. احنا نجيب ورد من هولندا عن طريق الشحن، يوصلنا عن طريق المطار دبي على برادات، يوصل لغاية المحل هنا يكون جاهز مجهز. من ناحية العناية بالورد، اول ما يوصل من المطار للمحل يكون يعني مبرد بعده بالورق مالته والتغليف. احنا يجي هنا عن طريق التنظيف نظفه، وبعدين نخليه داخل البراد يكون الى مي جاهز مبرد، ويتخلى بالبراد يعني عشان الاجواء الاوروبيه تكون مناسبه له، يعني يكون جو مناسب له. فلو نتكلم اشراف حضرتك عن الطاقم المتواجد وطبعا عن العمل، هو اكيد لازم تتميز بديزايناتك، بعد مو شرط تكون مميز بس بالورد اللي عندك، لازم تكون مميز بديزايناتك بالتنسيق بالشغلات اللي عندك، القطع اللي تجيبها. احنا اول شيء احنا نجيب الورد من هولندا، بس القطع الثانية نجيبها مثلا لتنسق فيها الورد، الورق مثلا فيها شغلات هاي تجيبها من بعدك، وعندك من هولندا وعندك من الصين، مصدرين عندك، وهذول اثنيناتهم احنا يعني بين فترة وفترة نطلع الصين نجيب مثلا بضاعة، احيانا اروح على هولندا اشوف شنو جديد، اكو مزارع جديده يعني ما عندي معلومات عليها، ما عندي خلفيه انه ما يقدر يوصل لي الا انا اوصل له يعني، فاروح هناك واكتشف هذا الشيء. طبعا احنا متواجدين دولة الامارات، وبتشوف انه المجتمع الاماراتي عنده اقبال على مثل الورود؟ اكيد بالنسبة للشعب الاماراتي والشعب اللي عايش بالامارات يعني دائما هم عندهم اقبال على هذا الشيء، ودائما يحبون هم شيء متطور يعني شيء يكون مميز، يحبون يعني مثل هسه مثل دورشي ولا كان او غير محل دورشي، يحبون اذا كان هذا المحل انه قاعد يطور من نفسه ويتميز باشياء مميزه اكيد راح يكون عليه اقبال. بشكل عام شعب الامارات عندهم يعني ما شاء الله عندهم مناسبات
بكل شيء يحتاجون الورد. سر نجاحكم؟ سر النجاح دائما التمييز. سر نجاحك لازم تكون انت ما تمشي ويا شو موجود بالسوق، لازم تجيب شيء تميز بيه. مثل عندك شغلات هسه انا اغلبية الاحيان انا اصنعها، لو شايفين هسه بالمحل اللي هنا اغلب القطع الموجودة هنا انا مصنعها من افكارنا، من ديزاين، عندي ديزاينر، عندي عالم مثلا مختصين بالحفر على الستايرو، عندي عالم مختصة بالخشب، بالحفر على الخشب، بالصبغ. هاي كلها الشغلات هاي تعطيك للنجاح، تميزك عن غيرك. ليش؟ لان يعني تكون قطع عندك ما موجودة عند غيرك. ليش؟ لان يعني ما راح يكون عنده هذا الديزاين او هاي الفكرة. لا اكيد في محلات ان شاء الله جديدة، في افرع جديدة ان شاء الله. يعني هسه حاليا قاعد افكر انه افتح فرع بدبي، فرع بالعين ان شاء الله. وان شاء الله يعني قدت النجاح، يعني كل ما تطور من نفسك، كل ما تفتح فرع، كل ما العالم تجي تصير يعني رغبة تجيك، يعني انه تأمن لهذا الانسان انه اكثر من فرع عنده، انه مميز بشغلاته، عنده اشياء حلوة، عنده اشياء مميزة. فاكيد يعني لما الواحد يأمن، يعني بالذات الزبون لما يتعامل وياك كاستمر، لما يتعامل وياك مرة ونطاك الامانة وثق بيك ونطيته انت شيء احلى من الشيء اللي كان رايده، فاكيد راح يرجع لك، اكيد راح يعاود يعني ويخبر يعني اصدقائه، يخبر عائلته، يخبر يعني قاربه، يقول لهم انه هذا المحل لو تحتاجون اي شيء انه تقدرون تجون عليه، مثلا كورد، كأعراس، ككوش، كهاي الشغلات، اي مناسبات تخص الافراح يعني راح اخبرهم. نتكلم شوي عن دولة الامارات العربية المتحدة واللي هي نعمة الامن والامان، فدورها في الاستثمار ودورها في الحياة اليومية. والله من ناحية الامن والامان انه انا فرت تقريبا 3/4 العالم، رحت لامريكا، رحت دول اوروبا كلها، مستحيل اكو نص الامان اللي موجود عندنا في دولة الامارات. يعني من صعب المستحيل ان تحصين هذا الامان باي دول كانت، يعني كان دول عربية ولا كان دول اوروبية ولا اي دول كانت اخرى. من ناحية الامان يعني لدرجة انه اقدر اقف المحل مفتوح واروح للبيت حتى بالليل بالنهار باي وقت، يعني ما يحتاج، يعني هذا دليل انه الامان عندنا الحمد لله والشكر 100%. بطاقة شكر للقائمين على الدولة. والله بطاقة الشكر أول شيء أشكر شيوخ دولة الإمارات على الأمن والأمان اللي مطلنا إياهم هنا، لولاهم هو ما كان هذا الأمن والأمان. فأكيد أشكرهم أول شيء هم، لأن هم القدوة مالتنا، وإحنا ما أعرف شرط قلت يعني هذا شكر هذا يعني بس الحكام دولة الإمارات أجمعين ولا القادة، هذا يعني شو ما أقول يعني قليل بحقهم. في الأخير رسالة شكر لشخص أو أشخاص كانوا داعمين أستاذ كرار حربي بمسيرته المهنية، مين يستحق الشكر؟ والله أشكر أول شيء أصدقائي، من عندي صديق بفضل هو شريكي هو حاليا، أني أصلنا يعني تقريبا 22 سنة. وأشكر أصدقائي البقية اللي هم ساندين كرار حربي ولا العمالة، وأشكر يعني أخواني على طول يكون ساندين وياي موجودين، أشكر أهلي. احنا بدورنا نشكرك على هذا اللقاء ونتمنى لك مسيرة مهنية موفقة. شكرا لك وشكرا منك ومن الكادر اجمعين.